تحية صباحية إلى كل متابعين، وتحية خاصة إلى مواليد برج الميزان، هذا البرج الهوائي المتقلب المزاجي الطباع. يوصفون بأنهم ملوك الذكاء والحكمة والحدس العالي والحس الفني. إذا دخلنا فترة الخريف، فترة برج الميزان بامتياز الشمس في برج الميزان. تحية خاصة جدا إلى 8 نساء مؤثرات في حياتي الإلكترونية، في حياتي حين ولوجي مجال اليوتيوب والتواصل الاجتماعي. هن نبيها هند، أمال، وفاء، نرجس، آسيا أكيد، وسها من البحرين، وغلا من السعودية. كان تواصل مباشر مع هؤلاء النساء، يعني وفعلا النساء مؤثرات في حياتي بشكل أو بآخر، يعني أضفنا شيئا إلي أكيد. يعني الشكر، كل الشكر على المتابعة وعلى النصائح وعلى المساندة والتشجيع. هناك أيضا أسماء أخرى تكون في التعليقات، أنا ممتن لتواجدكم فعلا في هذه القناة. عجبا، لماذا بريانكا شوبرا صارت أكثر جرأة في صورها وفي الشكل التي تظهر به، يعني خصوصا بعد توجهها إلى هوليوود؟ يعني على فكرة بوليوود لا تقل أهمية عن هوليوود، يعني في الشكل وفي الجرأة، يعني أصبحت تشابه. في آخر ما فيديو الذي كان موضوع حول قانون الجذب والعقل الباطن والذي نال استحسانا كبيرا، يعني هذا الموضوع مهم في الحياة بشكل عام. يعني هناك قواعد وقوانين في هذه الحياة، منها يعني عدم التعلق بموضوع معين والتركيز عليه، يعني لأنه لن يأتي. يعني يجب أن تتماشى مع مواضيع أخرى لكي تنسى ذلك الموضوع الذي تركز فيه لكي يأتيك هو اعتباطا بشكل تلقائي. يعني كما علقت إحدى المتابعات، أعتقد فاطمة، فك التعلق بالهدف يعني فيأتيك من تلقاء نفسه. هذه من بين قوانين الحياة. يعني العقل الباطن حين يكون منشغلا بشيء واحد فقط، مركز عليه، تأتيك أشياء أخرى، فرص أخرى، لو استجبت لها لفتحت لك أبوابا لهدفك بطريقة غير مباشرة. لكن حين تركز على شيء واحد لا يأتي، يجب أن تشغل بأشياء أخرى فيأتيك ذلك الشيء اعتباطا. في موضوع آخر جاءني سؤال حول موضوع تعطل بيع الأرض أو المنزل أو السيارة. يعني هناك وصفة فعالة إن شاء الله، هي قراءة باستعمال آية من سورة الأنعام، الآية رقم 122. يعني تقرؤونها على كأس ماء أو نصف كأس ماء، ماء ورد أو ماء زهر. الآية هي من سورة الأنعام، الآية طبعا هي: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بين الناس. تقرأ 7 مرات على كأس أو نصف كأس ماء ورد أو ماء زهر، وترش على الأرض أو الغرض المطلوب بيعه أو الغرض الذي تعسر في البيع، يعني إما أرض أو منزل، عتبة منزل أو سيارة. حينها ستنفرج الأمور وسيتحرك موضوع بيع ذلك الشيء. طبعا الوصفة جربت في أكثر من موضوع وأتت بنتائج جيدة، لكن لا ننسى الوضع الحالي، الوضع الاقتصادي مع كورونا. يعني الأمور إلى حد ما راكدة، يعني أمور واقفة راكدة. يعني لا ننسى الوضع، يعني أي مشكل هو في الأساس مقترن بوضع اقتصادي وسياسي. مثلا لا ننسى أن هناك موضوع كورونا، السوق يعني ليس كما كان في السابق. وفي سؤال آخر حول موضوع الشعر والعناية بالشعر، يعني جاء من متابعة من برج الميزان. على فكرة المرأة الميزان تهتم بشكلها كثيرا وبأناقتها، نفس الشيء بالنسبة للرجل. أنا لست مختصا أو خبيرا، لكن سأتحدث من خلال تجربتي. يعني بالنسبة للعناية بالشعر، ضروري غسل الشعر بالشامبو مرة واحدة في الأسبوع، يعني حتى في فصل الصيف الاستحمام يكون كثيرا، استحموا فقط بالماء دون وضع الشامبو. يعني الشامبو هو مضر، إذا زاد عن حد مضر للشعر. يعني استعمال الشامبو مرة واحدة، شامبو مناسب، من الأفضل لو كان شامبو للأطفال. يعني الشامبوانات التي تكون ذات طابع انسيابي، طابع شفاف، هي الأفضل، يعني خصوصا شامبوانات الأطفال. يعني المواد الكيماوية فيها أقل بكثير. يعني ابتعدوا عن كل الشامبوانات التي تكون روائحها فواحة كثيرا
وطب بنيتها كريمية، يعني أنا أفضل شامبوانات الأطفال، الأطفال الصغار. بالنسبة للرجال، الابتعاد عن جيل الشعر أو مثبت الشعر، هذا يسبب فراغات في الشعر يؤدي إلى تساقط الشعر، يعني الشعيرات لا تتنفس، يؤثر حتى على القدرة الجنسية عند الرجل، لأن البروستات والقدرة الجنسية في هذه المنطقة بالذات، يعني هذه المنطقة تصير بها فراغات. بعيدا عن اطار الدعايه، مثلا هذا النوع، هذا شامبو للاطفال، يعني صنع تركي، يعني خفيف جدا على الشعر. هذا النوع معروف جونسون اكيد. هذا النوع مقبول ايضا، صنع المانيا. الانواع الاخرى كلها مواد كيماويه مرتفعه عاليه، رغم ان الاسم يكون يعني مارك، يعني معروف، لكن مضر للشعر. بالنسبة للشباب، الابتعاد عن جيل للشعر أو مثبت الشعر كما قلنا، الاكتفاء فقط بزيوت طبيعية، زيت خروع مثلا او زيت سمسم او زيت الجوز الهند هو افضل شيء للشعر لتنعيمه وتثبيته. للتقوية زيت الخروع، لتطويل الشعر زيت السمسم، وللمعان الشعر اكيد زيت الجوجوبا او خل التفاح. يعني النساء شاطرات في هذا الموضوع اكثر مني، ويستعملون اشياء كثيرة، يعني حتى حمامات زيت او كريمات للشعر وكريمات طبيعية بالبيض او ما العسل أو زيت الزيتون أو هكذا. هناك أشياء خاصة في المغرب تستعمل يعني منذ الأزل، أشياء قديمة، وهي صحيح كانت تعطي نتائج جيدة بصراحة. والأهم من ذلك الاعتماد على أكل صحي وحياة طبيعية صحية، هذا هو الأساس. يعني في القديم، في منذ الأزل، كانوا يستعملون يعني فقط صابون لغسل الشعر، صابون طبيعي دون مواد كيماوية، معروف دون ذكر الاسم. حتى في مصر والشرق الأوسط كان صابون نابلسي، هذا يمكن غسل الشعر به ويعطي نتائج جيدة، لأن كانت الحياة طبيعية والأكل طبيعي. وفي الختام، تحية مجددة لبرج الميزان، البرج الهوائي. الحظ يحالفكم، الفترة فترتكم، عيد ميلاد سعيد. برج الميزان، برج الحمل، برج السرطان، برج الجدي، أفضل الأبراج في هذه الفترة. تحياتي.